ساعات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أرحب فيكم مستمعينا بطاقات بلا حدود اللي بيطل عليكم يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى نفس الحزة بنفس الحزة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. طاقات بلا حدود اللي بيهتم بجميع أموركم ومشاكلكم المهنية والاجتماعية. وعلشان نهاية الأسبوع، فأسبوعنا إن شاء الله رح يكون أسبوع خفيف عليكم. رح ننهي حلقة اليوم من طاقات بلا حدود موضوع يهمنا ويمس حياتنا سواء كانت المهنية أو الاجتماعية. اليوم استمعينا رح نتكلم عن أهمية أو دور العلاقات العامة بحياتنا، فكل اللي حابين يتواصلون معانا، ما أنت قادر تعمل علاقات عامة مع الآخرين، عندك التواصل شوي صعب، كل اللي عليك بس انكم تتشاركوا معي بارقامنا المعتاده STC 847700، موبايلي 640660، زين 7462622، هاتفنا 012-61-61-100، وايضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @telefelfm، وات ايضا ضيفي نجوان 1، وايضا امين العبد الله A3M4E. اكيد ارحب بكل اصدقاء طاقات بلا حدود واللي بدوا ما شاء الله يشدون حيلهم بالرتويت، يسعد لي مساكم. حول موضوع اليوم دور العلاقات العامة بحياتنا، راح يكون ضيفي الأستاذ حمود الشاطري، مدير العلاقات العامة بمركز عين اليقين، وأيضا النائب الإداري لفريق طفولة آمنة، وعضو مؤسس بنادي الفروسية بجدة. يسعد لي مساك أستاذ حمود، حياك الله معايا بطاقات بلا حدود. ويسعد مساك ويسعد مساء المستمعين كلهم، وإن شاء الله تكون حلقة شيقة ومفيدة وثرية على نهاية الأسبوع بإذن الله. إن شاء الله. العلاقات العامة بنحطها بين قوسين، يعني مش الكل بيكون ملم يمكن في العلاقات العامة أو العامة أو عنده صعوبة أربع ساعات ما قصرتي، أو عنده صعوبة يمكن في تكوين علاقات عامة. إحنا رح نأخذها بطريقة مهنية وحياتية أو اجتماعية. قد إيش العلاقات العامة فعلا مهمة في حياتنا؟ وشين بالضبط كمفهوم عندكم أنتم علاقات عامة، شين بالضبط تعني؟ طيب أنا أقول لك حاجة عشان يكون الصورة واضحة للجميع وتكون مدخل في موضوعنا، أنه دائما العلاقات تبنى على ثلاث أساس، يعني من التعاون، من المحبة، من الوعي. الله. ودائما أنا أستخدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. دائما هذه الأشياء الأربعة أحد لما يحط الإنسان أمامه في علاقاته مع الآخرين لابد تكون الأشياء ذي لغية من حياته، اللي هو الكذب، خلاف الوعد، والخيانة، والخصام في الفجور، يعني يفجر في خصامه. نعم، يعني المصداقية في العلاقات. أكيد أكيد، لأن العلاقات العامة تعتمد على إيش؟ العلاقات العامة تعتمد على إيش؟ على الاتصال. صحيح. أكيد، يعني لما يكون في اتصال بينك وبين الجمهور، تمام، وإنك أنت تخلق توافق وانسجام وبينك وبين الأشخاص وبين المؤسسة وبين الجمهور وبين المؤسسة وبين الموظفين، هنا في ثقة. حلو، تمام، هذه هي مفهوم العلاقات العامة. نعم. بشكل عام. نعم، يعني أنا بالذات أنت قلت المؤسسات أو الشركات، يعني أنا بشوف إن الشخص اللي راح يعني يمسك العلاقات العامة هذه هو بيمثل كيان. أكيد. بيمثل شركة، إذا ما كان على قدر يعني المستطاع وإنه يمثل هذا الكيان، فأكيد الشركة هذه راح تكون ضعيفة ومهزوزة وفاقدة للمصداقية كمان مع الناس. بالضبط. طيب الهدف من العلاقات العامة وقد إيش هي بتأثر في حياتنا؟ العلاقات العامة بشكل عام أنا إزالة للالتباس والمفاهيم الخاطئة. يعني لما يكون أنا عندي معلومة خاطئة ولا في التباس في موضوع معين، كإيش دور العلاقات العامة؟ إيش دور؟ إزالة الالتباس هذا. تمام؟ ويصير في انسجام بين الإدارة وبين الجمهور وبين الإدارة وبين الموظفين. يعني تخيلي لما يكون موظف موجود في إدارة وما عنده أي صورة إيش قاعد يدير في الإدارة، إيش قاعد يسوي في الإدارة، تمام؟ وما في اتصال بينه وبين رئيسه، ويعني وما في أي توافق، إيش تضرب بالنسبة للإدارة. تمام. بالنسبة للجمهور على مستوانا الشخصي، يعني علاقتنا الآن وجودي أمامك أنا وجودي معك هذا يعتبر علاقة. أكيد. في اتصال بيني وبينك. يعتمد على ثلاث ركائز أو أربع ركائز، يعني في لغة الجسد. جميل. تمام. يعني تخيلي أنا جالس قدامك وكذا وحزين وأنت مبتسمة، إيش تأثيري عليك؟ أكيد يعني راح تخليني داوم، يعني ما راح يعني حتى أني أبي أطلع الحلقة. السلام عليكم. يا سلام عليكم. خليك إنسان إيجابي. جميل. في حياتك.
حلو. خليك إنسان مبتسم على طول. خلي الإنسان اللي أمامك يشعر أنك أنت إنسان متفائل. أنا لما أجي يعطي صورة حلوة أصلاً أستاذ حمود، يعني لما يكون الشخص مبتسم ويعني ومستقبله بطريقة جداً حلوة. يا أكيد. أنا فينا مقولة دائماً هي منسوبة لنابليون، إيش يقول؟ يقول لأنه لا يكفي أن تكون عادلاً وأن تفعل الخير، وإنما يقتضي تحقيق اقتناع الناس بأن ما تقوم به هو الخير وبأنك عادل. جميل. يعني لابد أنه في قناعة. صحيح. إذا ما في قناعة بيني وبينك أو أن أنت ما أنت مقتنع فيها، ما في اتصال بيني وبينك، ولا حتى أؤمن بالأفكار اللي أنا أقول لك عليها. أنا بشوفه يعني العلاقات العامة من أكثر الأدوار الصعبة على الموظف، بالذات لما يكون موظف. يمكن أنا قبل الساعة اللي طافت تكلمت يعني الزواج المبكر ما بين مؤيد ورافض، وكثير قعدت يعني بقعد أقرأ ردودهم، يعني نوع من أنواع العلاقات العامة بتعتبر. حتى لو كان زواج مبكر. أكيد أكيد. حتى ما بين يعني في الزواج هذه علاقات. علاقة عامة بين الأب والولد، الأب وابنه برضو علاقة عامة. صحيح. تمام. يعني على مفهوم الأسرة، على مفهوم المجتمع، على مفهوم المؤسسة، على مفهوم الشركة، كل علاقات، حتى على مفهوم الإدارات الحكومية بالكامل. جميل. علاقات عامة. بالضبط. ولا ما كان أصلا صارت مادة تدرس يعني. أكيد. بس أكيد. أنا أحس أنها مو أي شخص يعني، يعني هذه يبيلها يعني أشخاص معينين هم اللي تكون عندهم القدرة، الصبر، التحمل، كيف يقدر يفهم الإنسان مجرد من أنه يشوفه أو أنه يدش عليه من الباب. هذه كلها وسيلة التواصل معه. أكيد. يعني أنت دحين لما تكون عندك خبرة بس ما عندك كفاءة علمية. يعني في شيء ناقص. لما تكون عندك كفاءة علمية وما عندك خبرة برضو في شيء ناقص. أما لما تيجي مع الشيء الخبرة والكفاءة حتكون في إبداع، خاصة في الجانب هذا اللي هو جانب العلاقات العامة. نعم. لأن عارف أستاذ حمود أنا كثير يعني مثلا بصادف إن عند علاقات عامة مثلا أو مثلا خلينا نقول خبير موارد، مو خبير موارد بشرية، ما راح أقول خبير، بس لقي أساسا مش دارسة أو مش مجاله. صح. بس إنه بيقول لك أنا اكتسبت بالخبرة. بالخبرة. يعني الخبرة فعلا لها دور. أكيد. يعني الآن لما أعرف حتى لما كنت أنا دارسة التخصص ذا أكيد ضروري. يعني تخيل لما أنت تدرس على أشياء ما طبقتها وما مارستها في حياتك ولا اكتسبتها من معاشرتك للآخرين أو تواصلك مع الآخرين، ما حيكون في تفعيل للمعلومة اللي في راسك. حلو. طيب القيم الإنسانية في العلاقات العامة. القيم الإنسانية إحنا بنتكلم عن القيم الإنسانية الأشياء اللي بتسلم تمس الذات. حلو. ذات البشرية. يعني تخيل لما أنا بتعامل معك ما في مراعاة لمشاعرك وما في احترام لذاتك، أي تواصل، أي علاقة عامة بيني وبينك إذا ما في أي حقيقة يعني في العلاقات العامة وكل معلوماتي تترجم بالكذب، ما في أي علاقة. يعني هذا أنت تقصد لما ما يكون في مصداقية. أكيد. طيب. يعني لما يكون ما في مصداقية أي علاقات عامة هذه. أنا لأنه إحنا نرجع للمفهوم الأول اللي إحنا قلناه، العلاقات العامة هي إزالة الالتباس. جميل. حلو. وتوضيح الصورة بشكل عام. طب هذه بالنسبه للقيم الانسانيه في العلاقات العامه. طب شلون في ساعات ممكن يصير في لبس او يصير في تداخل ما بين مفهومين اللي هي التمييز بين العلاقات العامه والدعايه والاعلام؟ في ناس كثير يقولوا لك يعني الاثنين هم قراب من بعض، ممكن يكون في العلاقات العامه يكون في تخصص الدعايه والاعلان والعكس صحيح. طب ناخذ بريك. ناخذ بريك. إيه. طيب حاضر ابشر، راح نطلع بريك مستمعينا الكرام. هذه دعايه علاقات عامه تعتبر ولا؟ يلا راح نطلع فاصل مستمعينا الكرام، طالما طلب ضيفنا وراح نرجع نواصل معاكم ومع طاقات بلا حدود. وموضوع اليوم خلينا نذكركم فيه، بنتكلم عن دور العلاقات العامه في حياتنا. شنو ما كان سؤالكم حابين تطرحونه على ضيفنا اليوم الاستاذ حمود الشاطري، عضو مؤسس بنادي الفروسيه بجده وايضا مدير العلاقات العامه بمركز عين اليقين والنائب الاداري بإدارة فريق طفولة آمنة، شاركونا على أرقامنا المعتادة STC راح تكونون على 847700، موبايلي 640660 0746262، وخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100. بالنسبة أيضا لصفحتنا بتويتر والفيسبوك والإنستغرام على @FFFM، وتويتر أيضا أنا على @AminAbdallah3M4. على السريع رح أشكر كل اللي قاعدين يرتبون لي طاقات، أحمد الثنيان مكة حقنا عاشق السفريات، عدنان مرغلاني الرجل الآخر، أيضا شكر لك أستاذ حمود، أبو ريان، السيد العبادي شحير، الدكتورة نوال عسيري، أنا سكرنت محمد العبادي، قتال حروف، رفع الفهيد، رؤية النورة، مسعود أوزلي، الفارس حلو، مفيصلو، عبد الرحمن الخضير، مهند عنبر، ضي الابتسامة، مودي 09 واتحادي 87. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. أرحب فيكم من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله معي بطاقات بلا حدود.
مساكم الله بالخير وتقبل الله منكم جميعا. أيضا كل الترحيب، يا هلا ويا مرحبا بكل أصدقائنا وأحبتنا بتويتر واللي مازالوا معنا من بداية الساعة، وأيضا كل اللي انضمونا بهذه اللحظات، بدر البدور، حسان بخاري، سعد الشهراني، وهاشتاج شقة، وجودي قمر، واتحادي 87، ومودي 09. أذكركم مرة ثانية أن موضوع حلقتنا اليوم عن دور العلاقات العامة بحياتنا، أكيد لها، أكيد كلكم بتقولون لها دور كبير، لكن في ناس كثير عندهم يمكن صعوبة في تكوين هذه العلاقات. فكل اللي حابين يتواصلوا معي في حلقة اليوم، إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على الأستاذ حمود الشاطري، عضو مؤسس بنادي الفروسية بجدة، وإذا مدير العلاقات العامة بمركز عين اليقين، والنائب الإداري لفريق طفولة آمنة، وأيضا استشاري أسري ودورات تطويرية، ما شاء الله عيني عليك باردة أستاذ حمود، ورعاية الموهوبين، هذه إن شاء الله كل حتى الرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إن شاء الله اليوم راح يتواصلون معنا زي ما يبون. راح نبدأ نستقبل اتصالات بعد قليل. التمييز بين العلاقات العامة والدعاية والإعلان، شلون أقدر أميز ما بينهم؟ إحنا في البداية تكلمنا عن العلاقات العامة بالضبط، الآن نأخذ الجانب اللي هو الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان تعتمد على الإغراء، ما فيها إقناع، فيها انتفاء للفرص للفرد وللجماعة، تمام؟ الدعاية والإعلان ما فيها إقناع، أنت بتقول السبب إغراء، تعتمد على الإغراء، على الإغراء، والإغراء هذا بيجي بعد أشوف ضمنه عشان أقنع العميل اللي قدامي، عشان أغري لازم أقنع. إيه بس ما تأخذ في الاعتبار مصالح الفرد، وكمان تفتقد اللي هي إهمال أبسط القواعد الإخلاقية. تمام؟ أسوي غشاوة عليك كذا، ما أعطيك المعلومة الحقيقية، إيش يترتب عليها؟ إن كان من قرض، إن كان من اشتراك في صحيح. وسيلة اتصال والحاجة زي كذا، تمام؟ أهم شيء إني إيش؟ أغريك حلو عشان تشترك، وبعد كذا أنت تعيش المعمعة، أخلي بعدين يتفاجأ، يتفاجأ باللي قاعد يصير، وهو يكتشف من حاله. حلو، ليه ما يعطينيها من البداية؟ طيب ليه ما يكون واضح معاي من البداية؟ العلاقات العامة فيها الوضوح، فيها الانسجام، فيها التفاهم، فيها المصداقية. حلو جميل، هذا الفرق بين الدعاية والإعلان والعلاقات العامة. طيب في أحد الأخوان أبو ريان يقول أفضل علاقة تكون بين قلبك وبين عقلك، وعقلك سليمة لكي تتعامل مع الناس بجدية وصدق واحترام، أن يكون العلاقة ما بين العقل والقلب أربطها. أكيد، يعني تخيل لما أكون أنا إنسان عاطفي بحت، ما في كنترول من عقلي، عاطفتي هي اللي متحكمة فيه، شوي أنا زعلان عليكي، شوي أنا راضي عليكي، مزاجية، تمام؟ هذا أصعب شيء، هذا أصعب الأشخاص اللي تقدر تكون معهم علاقات. ممل، هذا تقدر تسيطر عليه أنت في البداية، لأنه عاطفي. الشخص المزاجي، العاطفي، العاطفي، العاطفي بشكل عام. لأن كنت أتكلم عن اللي أصعب العلاقات مع الشخص المزاجي، لأنك أنت ما بتعرف موده أو مزاجه شو بيكون، شوي يضحك معاك، شوي قالب عليك، شوي متغير مفاهيمه عنك، يتأثر بكلام الآخرين. تمام، هذا مستحيل إنك تتعامل معه. صحيح. يأثر عليك في حياتك، حتى في علاقتك مع الآخرين، يعني تقول أنا زعلان مع ذاك، ما تتواصل معه. طيب إيش بيني أنا؟ ما سوالي شيء الإنسان ذا. والله عارف أستاذ حمود، أحس يعني حتى يعني ممكن يغير في، أنت قلت في مفاهيمك مع الآخرين، ممكن يزرع الشك حتى فيك. صح، هذا مصيبة. أي هذا لما يكون هو قائد لي تصرفاتي في علاقاتي مع الآخرين، مصيبة صراحة. صح، أتفق معك. لابد أن يكون له حدود. نعم. طب زي العلاقات العامة لو أخذتها من مبدأ كمهنة في شركات، من أفضل الشخصيات تشوف إنه يمثل العلاقات العامة؟ مدير العلاقات العامة. مدير العلاقات العامة، بس مو الشخص المزاجي أقصد، أو الشخص لا العصبي. لا أبداً أبداً. طيب لازم يكون إنسان عنده صبر، عنده قوة تحمل، يسمع للآخرين. حلو. مو إنه يعني فرضاً أسمع لك وما أسمع للآخر، يعني فرضاً أنت جيت تشتكي لي من شخص معين في العمل، يعني على مستوى الوظيفة، وسمعت منك وأخذت قراري على كلامك أنت. طيب والشخص الآخر؟ صحيح. يعني ينظلم في الموضوع؟ نعم، وأكيد الدبلوماسية، خلينا نضيفها. أكيد لابد أن يكون في توافق. حلو. طيب مودي 09 يقول كيف أكون علاقات عامة وأكسب ود الجميع؟ على حسب البيئة اللي أنت فيها، يعني أنا في مؤتمر، أنا في مؤسسة، أنا في مكان عام، أنا في العمل، أنا في مدرسة، بتختلف. تختلف طبعا. حلو، سارونا رحب فيك وفي ضيفك اليوم، وموضوعكم جدا مهم، مهم العلاقات العامة، عائلتنا كلها زي ما قال الأستاذ حمود في البداية، كل علاقات عامة حتى على مستوى الشخصي، يعني يعني حتى على مستوى الشخصي أكيد، حتى مع زواجنا وأولادنا وأمهاتنا، يعني عشان كده ساعات بنشوف ابن أو بنت مقرب لأبوه أو مقرب، بينقسمون ساعات حتى في البيت، والله أستاذ حمود جيشين. صح، بتحس في ناس مع الأب وفي ناس مع الأم. صح، يعني فرضا بحين يجيك الأب بيحاول يكسب أولاده وصفه،
وتيجي الأم تحاول تكتسب الأولاد الصف. حرب داخلية سريع. حرب داخلية سريع. بس يعتمد حتى على دبلوماسية الأب أو الأم كيف إنه يكون ترابط الأسرة مع بعض. صحيح. تمام. لما أجي أنا فرضًا أجي قدام الولدي فرضًا نقول أنا أحب أم، أحب زوجتي يعني أحب الأم، تمام، أزرع في ولدي حب الأم. حلو. أما لما أجي الولد يقول تحبني ولا تحب أمي؟ كثير هذا أكثر سؤال يسألونه. أدمار. أكثر شيء في مجتمعنا ينسأل في مجتمعنا السؤال. المسكين يوقف يمكن أبو 10 ثواني إلى ربع إلى ربع يعني 15 ثانية. صحيح. عشان ما يبغى يخسركم الاثنين. صحيح. وخالي اللي قال فرضًا الأم أنا أحب أمي، جاء ضمته وجاء الأب زعل وزي كذا خف خاطره وزي كذا، حيرجع الأب يعني الشغلة. أكيد أن بنكسر شيء في شخصية الطفل. صح. يعني ما بين نغير مفهومية الترابط بالضبط. وحيرة رح نبدأ نستقبل اتصالاتنا أستاذ حمود. رح أخذ سالم. سالم سعد مساك. ألو. حياك الله أخوي سالم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الورد، تفضل أخوي سالم. حبيت أمسي على الأستاذ حمود الشاطري. شكرا لك. يا هلا ومرحبا. الله يخليك. عندك سؤال يا سالم؟ حركة أستاذ حمود. يا هلا ومرحبا أخ سالم. إيش أخبارك؟ إن شاء الله طيب. خير طال عمرك. الله يحفظك. حبيت أسأل بس العلاقات العامة هل يكون فيها نفاق أو كذب أو يعتمد على الصدق؟ نعم. شكرا لك. شكرا لك يا سالم. الله يخليك. شكرا. يا هلا فيك. تفضل أستاذ سؤال جيد أخ سالم. بالنسبة للعلاقات العامة إحنا قلنا في البداية اللي هي إيش؟ يعتمد على المصداقية. صحيح. على التأييد، على الانسجام، على الوضوح، على التوافق. تخيل أنا لما يكون عندي معلومة ناقصة أو يعني في شيء إزالة واقع الجهل، يعني لما أكون أنا جاهل ما عندي أي شيء وأجي أعزز لك الجهل هذا، أنا كذبت عليك، أنا ما كنت صادق معك. اللي يقصد فيه سالم أنه لما أجي أنا أتكلم معك ذحين أنا ممكن أجاملك، تمام، ممكن أكذب عليك، ممكن هذا كذا، بس أنا في النهاية ما كسبتك. انت عارف اني انا يعني من ما هو بالضبط، لان انا عرفت انه ما في مصداقيه من الاساس. ما في مصداقيه من الاساس بالضبط. فمستحيل اني ابني بعد كذا اكمل علاقه. طب يلا ناخذ نوره ولا موفق. موفق موفق موفق. يا هلا بك. حياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك. اول حاجه انا اسف على اتصالي امس، يعني غلطت بالكلام لانه كنت اول مره اطلع بالاذاعه. وثاني شيء ارحب ضيفكم الدكتور حمود. حياك. واقول له يعني شيء مهم، السؤال هذا يدور في راسي من 5 سنوات. أبا أقيم علاقة بيني وبين أبوي، ما أقدر أكلم أبوي. والله العظيم وقسما بالله يا إني أخاف أقول لأبوي كيفك كيف حالك. صدقين قبل أسبوع لا 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 كيف موفق كيفك يا أبوي كيف حالك عساك طيب. قال لي إيش تبغى إيش تبغى؟ قلت له يا أبوي أبغى أطمن عليك. قال ما أبغى أطمن علي، والله العظيم الكلام أبغى شيء يقدر يعني يخليه أبويا مرتبط فيني قوي. يسعد مساك يا أخي موفق. خليك معانا. كم عمرك حبيبي الله يحفظك؟ ها؟ كم عمرك؟ أنا والله عمري حان 21 سنة، وبعدين أنا مغتربين، أنا من جنسية يمنية بس مغترب السعودية. ما شاء الله. 21 سنة وبس من صوتك يبين ما شاء الله أن عمرك كبير يعني. إيه بالضبط. حتى أنا كنت بسألك سؤال إذا أنت عندك أولاد ولا لا؟ شوف يا أخي تزوجت موفق ولا لسه؟ لا والله ما تزوجت. لأنه أنا عشت أو يعني تقدر تقول أصعب مرحلة حب في اليمن كامل. طيب. وفوقها تجننت ولحد الحين قافل ما أبغى أتزوج خلاص. طيب. هي البنت اللي حبيتها. الحين خلينا نمسك اسمع خلينا نمسك مشكلتك مع أبوك، خلينا نحاول أن نساعدك. أوكي. طيب. أوكي. يلا تفضل. خير. طيب حبيبي موفق الله يحفظك. إيه؟ الآن طاعتنا الوالدين هذا شيء واجب وسماوي من الله كذا، بر الوالدين ضروري. صحيح. ومو شرط إني أحبهم بس لازم أطيحهم لو قد إيش ما عمني والديني. صحيح. قد ما أساءوا لنا. صح ولا لا؟ أكيد. الحين الآن أنا يعني أنت يا موفق لك رصيد عاطفي عند أبوك، وأبوك له رصيد عاطفي عندك، حياتك أنت. أنا كيف أعزز الرصيد العاطفي هذا؟ كيف أنميه؟ بس هو باين، أنا حسيت حتى من صوته بيرتجف يعني خايف. أيوة في عنده خوف واضح. أنا ما بدخل في تفاصيل إنه كان يتعرض لضرب ولا يتعرض لشيء ولا حاجة. واضح كدا. مليون في المية أنا كان يتعرض. كفخ كان. أي باين. أخ موفق معانا ولا خارج؟ لا راح الاتصال. طيب أنا ما أقدر أقول لك إنك أنت تقطع والديك، لا لابد إنك تكون على اتصال تام بوالديك. وهذا أهم شيء في العلاقات العامة، تكون على تواصل الاستمرارية قد ما عملوك. لابد يوم من الأيام رجع لك الوالد.
حتى لو ما رجع لي تروالي يعني يعني هذا واجب انه يسال عنه، واجب ضروري ضروري واجب. طب ما حناخذ نوره، طب راح نطلع فاصل وراح نرجع نواصل معكم مستمعينا الكرام. يلا طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. يعني قاعدين احنا نتناقش تحت الهواء بتويتات اللي حاطينها الشباب والبنات، المشاكل اللي حاطينها، لكن اكيد رح نرجع نقول عشان حتى المستمعين تستفيدون منا من المشاكل اللي هم عارضينها. اللي حابين يطرحون اي سؤال او استفسار على الاستاذ حمد الشاطر، عضو مؤسس بنادي الفروسيه بجده، وايضا ما شاء الله استشاري اسري ودورات تطويريه ومدير العلاقات العامه بمركز عين اليقين والنائب الاداري للطفوله امنه، STC على 84770 موبايلي 640660-7462-62. ناخذ نوره لسه موجوده معانا، بدايتك يا نوره. مرحبا مرحبا معك يا حبيبتي. معك يا ربي. قاعده ترى قبل شو قاعده اقول فدخلي رقمها ما بنطرها حتى عبها. والله ما امين انا ما عندي اي مشكله، بالعكس. يلا حبيبتي تفضلي، لا ندري انك بتبدعين. يلا بترك لك الهواء يا نوره، تفضلي. الله يسعدك يا رب. اول شيء رحب فيك ورحب في الاستاذ اللي معك. ثاني شيء حابة أقول لك عن يعني كذا نقطة راح أسأل عنهم، ثلاث نقاط وأعطيكم بعد كذا الفرصة. أبي أتكلم عن العلاقات العامة والمصلحة الشخصية. أحيانا تتعرض العلاقات العامة مع مصلحتك الشخصية، يعني أنت ما تعطي إيش أقول لك. أنا كنت في القاعة مثلا، كان البنات مثلا يتكلمون يوشوشوا، مثلا أقول لهم مثلا إذا حبيتوا تتكلمون مو عجبتكم المحاضرة اكتبوا في ورق، صلفوا على ورق. لا هم مصرين ان من حقهم انهم يحضرون ويتكلمون ويسوون ازعاج. او مثلا اجمع ابحاث تحاول انها مثلا خليني انا اسوي البحث وهي ما تشارك. مثلا يكون في تسميع تحاول ان تاخذ اقل، يعني مثلا ما يكون عندها كفاءه او شيء، عرفتي؟ اها. اي يعني مثلا ما تكون حافظه تبيني احط لها صح. ثاني شيء المقاطع المنتشره لاطفال اللي مثلا يقول بتزوج على امك، فتبدا تبكي او يجي ينرفزها. اوكي. يصور طفلته وهو يعني يجننها. وبعدين في اباء يحاولون انهم روح اضرب امك. انا عندي واحده اطفالها نهائيا ما يحترمونها بسبب انه ابوهم دائما بشكل غريب، ابوهم دائما يقول لهم روح اضرب امك، فمسح يروحون يضربونها، فخلاص ما عاد يحترمونها. هي هذه التربية من أساسها. الله بالخير. طيب أي آخر شيء؟ أيوة حتى احنا قلنا تربيتها نهائية يعني غلط غلط غلط. ثالث شيء اللي هو اللي الكتب المصادر الاجتماعية. أنا آسفة هم أربع بعد. العلاقات الاجتماعية في العلاقات في تويتر ومواقع التواصل. أوكي. هل هي حقيقيه؟ هل نعطيها حجمها ام ان احنا يعني نتجاهلها؟ حلو. اذا جاء احد حاول يبتزنا او شيء. حلو. اخر شيء اذا انا عندي ما عندي، اذا انا جيت اقرا كتب عن العلاقات العامه اقول انا علاقاتي العامه الحمد لله حلوه والناس يحبوني وانا احبهم قادره اجذبهم، ليش اشتري من هذا المجال؟ ولو اقرا فيها القى لا في اشياء حلوه لسه. هل انا اظل اقرا في جذب الناس او اقرا في عيوب شخصيتي افضل؟ بدل ما اعطيكي بس سؤال واحد بس لك انت، اخذ اخر فقره قلتيها لي، بسالك سؤال واحد بس. تفضل. انت قلتي في البدايه انه في النهايه يعني اخر سطر من كلامك انه قلتي انه انا اشوف ان علاقتي اوكي، العلاقات العامه من طرفك. أيوه. انت اوكي على اي اساس قلتي انها اوكي؟ هل شفتي رد فعل الاخرين لك تعاملهم معك؟ اي دائما مثلا انا احس مرات اني مو بزينه يقول لي لا انت زينه. يجملوك. قلت مو بزينه يا نوره. ولا انا بالنسبه لي مرات احس اني سيئه. لا شوف اذا اخطات كلنا انت كويس على الاقل، يعني لو تراجع نفسك شويه. ايوه. تحاول تجري بعض التعديلات. طب انا اقول لك حاجه، احنا في البدايه قلنا لازم يكون الانسان ايجابي عشان يأثر على الآخرين. لازم يكون إيجابي. صح ولا لا؟ طب أنت الحين تقولي عن نفسك أنا ماني زينة وأنا سيئة، كيف تبي حتى تتواصلي مع الآخرين؟ إيش أسوي؟ يعني إذا أنا بحس إن ماني زينة عشان أعتذر منك، لو حسيت إن أنا زينة وأوكي ما راح أعتذر منك أصلاً، بقول أنا ما غلط. والله إنك عسل يا نورة. الله يحفظك. وأنا جداً أبغى أنطر اتصال من الناس اللي يعني أستمتع. أنا طول. لا حبيبتي وسلامتك، لسه صوتك مبين إنك لسه تعبانة مزكمة مريضة، سلامتك ما تشوفين شر خطاك السوء. طيب رح نرجع، أنا عجبني سؤالها الأول،
كلنا يعني كل إنسان سبحان الله ربي خلق فيه الزين وفيه الشيء المستحيل يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. ما في إنسان يعني جيد يعني بجميع خصالة، أكيد في جانب سيء وفي جانب كويس، ودائما الإنسان بيكون إيجابي في جميع مراحل حياته أو في جميع حتى يوم 24 ساعة إلا بيمر علينا لحظات بيكون فيها من أسوأ الأشخاص أو المحبطين أو ما إلى آخر. لا أكيد شيء طبيعي أكيد هذا الشيء موجود يعني بنسبة متفاوتة بالضبط وبنسبة متفاوتة مثل ما حضرتك قلت. أنا بس عشان بس هلكتها نورة ما بيها تزعل بداية هلا نورة غالية عندي. العلاقات العامة والمصلحة الشخصية يعني نتوصف فيها؟ هي طبعا العلاقات العامة والمصلحة الشخصية شلون؟ لما تتداخل مع بعض أو شلون أعرف أنها تتداخلت مع بعض؟ أي يعني فرضا أنا على حسب مكانة الشخص في المستوى الوظيفي. نعم يعني أنا فرضا لا أجيك حجيك مرة واحدة وأروح. حلو تمام؟ إن عشان وظيفتك المرموقة ولا عشان مكانتك الاجتماعية تمام؟ الهدف عندنا كله الاستمرارية في الموضوع. أكيد علاقات عامة يعني استمرار. أنا كيف أتواصل معك كيف أعززك؟ في حاجة يعني جميلة جدا وسائل الاتصال الاجتماعية. طيب أنا لما أجي أقدم لك البيزنس كارد البطاقة هذه التعريفية اللي خاصة فيها أنا فيها أرقام التواصل حقي تمام؟ أو إنك أنت تعطيني بطاقة الاتصال حقي البيزنس كارد أنا أرسل لك رسالة بعد ما أخذ منك هذا وأرسل رسالة أكتب فيها اسمي وتعريف والمكان اللي أنا تعرفت فيه عليه. حلو تمام؟ حترجع ترد علي أضفتني وكل حاجة. في شيء اسمه الرسائل الاجتماعية الرسائل الجماعية في نفسه موجودة في الواتس. أضيفك عندي في القائمة تشيل القائمة لحدود 265 شخص. رسائل صباحية رسائل مسية حاجات زي كذا بعيدة عن الرسائل الطويلة دي المملة تمام؟ هذا نوع من التواصل. طيب أنا إحنا نتكلم عن أنه ما يكون حسب موقع الشخص أو حسب المصالح الشخصية بالضبط. يعني أنا جيت لك في مكان يعني وظيفي تمام؟ عشان تخلص لي شغلة. طيب إيه ما داخل المصلحة الشخصية هنا شلون؟ ايوه انا جيت اخلص عشان بجاملك عشان تمشي لي اموري تسلك لي اموري تمام. انا تعديت من العلاقات العامه الى المجامله الى التغليف الى فيها شويه اقدم مصداقيه بصراحه بس عشان اخلص اموري بعد كذا ولا اعرفك ولا تعرفني. وهذا اللي يصير يمكن عند الاغلبيه حسب المكانه حسب مكانه الشخص وظيفته مكانته الاجتماعيه. صحيح. هذه صحيح. هي في فرق يعني. صحيح. طيب انا ابغى ارد عاشق السفريات ابشر ترى على فكره استاذه نوره الشعبان المفروض كانت معنا من اسبوعين بس اعتذرت عشان كان عندها دوره في قطر او تكريم بمعنى اصح بس ان شاء الله راح ترد الاسبوعين اللي بعدها وراح ترجع ترد ان شاء الله تكون معنا. ايمان العلاقات العامه تعتبر المرشد الاساسي في بناء الصوره العامه عن الشخص او المنشاه. صح ازاله الالتباس بالضبط وهذا قلنا. دكتوره نوال عسير حياك الله تقول افضل العلاقات هي اللي تكون بمرحلة الجامعة يجب استغلال هذه الفترة. اي خلاص بعد الجامعة ايش فيه؟ في وظيفة. في وظيفة وزملاء العمل غير بس او فعلا. حلو. طب مكة حقنا حط سؤال لما تكلمنا عن الاشخاص او عن نوعيات الاشخاص يقول كيف التعامل مع المتردد والشكاك عشان ما تخسر علاقته؟ والله ذا الشكاك انا اقول لك اخسر هذه بالاستشارة. شكاك يا لطيف. الشكاك هذا يتعالج يبغى الاستشارة ذا بعيدا عن العلاقات العامة. يبي له هذا الشكاك أكيد هذه يبي العلاقات عامة. بعيد عن العلاقات. بعيد هذا يبي له طب نفسي. طب نفسي يتعالج. ومحترف أنا بشوف بعد. وممكن يأثر عليك ويحبط. ممكن حتى ويأثر بشكوكة. صحيح أنا عجبتني كلمة يحبطك بالفعل بيحبطون. نرد لاتصالات نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبحي جلال حياك الله أخوي. نعم أستاذ رحب بضيفك الكريم وبحضرتك. يا هلا. وعايز أقول لك هل العلاقات العامة دي مرتبطة بالإنسان لما يكون اجتماعي أساساً؟ وبعدين أنا لاحظت شيء غريب قوي في العلاقات العامة. العلاقات العامة تندرج تحت بند المصالح في معظمها. أها. طيب. هقول لك دليل. أنا كنت بكتب في الصحافة كان بيجيني في اليوم تليفونات لا تقل عن 200-300 تليفون يومياً. إنزين. من ناس ليه؟ على رأي اللي بيقول عشان يلمعوا. عشان اكتب عنه كلمة عشان كذا. طيب. ولكن بمجرد ترك الصحافة بدأت الناس تنسحب. العيب على فكرة مش فيا. صح. العيب لان هم لم يجدوا ضلتهم او هدفهم في المصلحة اللي هم عاوزينها. الله انت زي نورة حتى نورة تقول في ارتباط كبير. سألت والله يا أستاذ أمينة سألت صديق لي كان رئيس القسم اللي بشتغل فيه. نعم. راجل كبير فقلت له هل الناس بتتصل عليك دلوقتي؟ قال لي لا. بالضبط. لان هو راخر تقاعد قلت لا العيب مش فيا انا. بالضبط زي ما قالت نورة وزي ما تفضل وقال الأستاذ حمود إن المصالح الشخصية لما تتداخل في العلاقات العامة تنتهي مجرد ما أنك أنت تنتهي من الوظيفة هذه. طب أنا بسأل الأستاذ إزاي ننهي القصة دي؟
طيب احنا تكلمنا في البداية الموضوع اللي هي القيمة الإنسانية في العلاقات العامة. شكرا استاذ اسمع للراديو. يلا شكرا لك لمشاركتك ايضا. تفضل. احنا تكلمنا في فقرة من الفقرات اللي هي القيمة الإنسانية في العلاقات العامة. صحيح. اللي تعتمد على المصداقية، عدم الكذب، وعلى احترام الذات البشرية. طبعا هذا يتكلم عن موقعه الوظيفي. صحيح. صح ولا لا؟ طيب طريقة التواصل بينك وبين الآخرين انتهت. خلاص انتفت العلاقة. انتفت اللي هي لأنه احنا عندنا العلاقات العامة اللي هي الاتصال. الاتصال بالجمهور. تمام. كثير استاذ حمود حتى مو بس العلاقات العامه، حتى الاشخاص اللي يتقاعدون من وظائفهم، هو يقلب الطاوله عليه. شلون يقلبها؟ اللي كانوا يتواصلون معها مش من مناصبهم الوظيفيه، مش مكانتهم الاجتماعيه، يمكن رجال اعمال، يمكن. يا سلام عليك. هذا هو بالضبط، هو اغلبيتهم اقلب الطاوله عليهم واروح انا اتواصل معاهم حسب مكانتهم الوظيفيه. طب واذا ما كان عندي خدمه اني اقدمها لهم؟ بس انا لسه في اتصال، في تواصل بيني وبين زملائي في المكان اللي انا طلعت منه. اوكي ايوه فهمني، يقول انه ممكن اوصلهم. ايوه اوكي طيب. صح ولا لا؟ صح؟ يكون يعني في زملائي بيخجلوا مني بيساعدوني. صح ولا لا؟ نعم. او علاقه اخوه محبه كمان يعني للاسف بالضبط. الكثير من الناس لما يطلع من وظيفه ما يرجع يعني يزور اصحاب وزملائه في العمل لو مره في الشهر. حلو التواصل، احنا قلنا الاستمرار، التواصل بالضبط، وهذه نوع من انواع العلاقات العامة ضروري. وعلى فكرة فعلا انا هذه بشوفها على ارض الواقع، ان يعني في مثلا عندنا في العلاقات العامة في كثير يعني بنشوفهم مثلا لهم زملاء في الصحافة، باماكن يعني اعلامية ثانية، وما زالوا يطلعون ويروحون ويرجعون، لكن ما زالوا زي كنا زي علاقة شبكية او علاقة الاخطبوط، لازم يكون لك ايدين في كل مكان. انا اقول لك حاجة الان، انت فرضا زميلاتك في ايام الجامعة والأيام الثانوية في تواصل بينكم أكيد، متحاولوا أنكم تجتمعون اجتماع شهري إلا صح ولا لا؟ إذا ما كان أسبوعي بعد. ممتاز، هذا نوع من التواصل بالضبط. صح ولا لا؟ أكيد، عشان نحافظ بعد على الصداقة هذه ندوم في اتصال ورح نطلع فاصل. طب رح نطلع فاصل أستاذ حمود، لكن قبل ما نطلع فاصل خليني يعني أذكر المسج الأستاذ، أنا مرة زعلانة عليه العلاقات العامة والتواصل مع زيرو. لا زعلوا أمينة. لا هذا الشخص مزعلني واشتكيت، ما خليت أحد من ضيوف اللي جون اللي اشتكيت والله عليه. أستاذ جزال مطيري. أوه هذا أبوي. شفت رائع، إنسان رائع، نوجه له تحية. هذا أخذ معه دورة الآن، نبي يجينا جدا متغلي علينا. أنا أجيبه معك. يلا موضوع في غاية الأهمية، لا كان لنا طلعات وكان لنا صولات وجولات زي ما يقولوا إبداعات معه، بس أنا عارف أنه عشان مشاغله. موضوع في غاية الأهمية، أبدعتم أستاذ أمينة في طرحي وتناولي، وتحياتي للراقي أيضا حمود الشاطر، وتحياتنا لك أستاذ جزة، وإحنا سعيدين أنك أيضا أنت يعني شاركتنا في هذه الحلقة. رح نطلع فاصل سريع، لكن أذكركم أن موضوعنا اليوم عن دور العلاقات العامة في حياتنا، قد إيش واحد فينا بالفعل ممتاز في مش بس تكوين علاقات عامة، لا أيضا في استمراريتها. هذا اللي راح أسمع إن شاء الله منكم بعد الفاصل. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. نرجع مرة ثانية ونرجع حق اتصالاتكم. في معنا اتصالات يا فدوى، ولا أخذ التويتر، مبدعين في تويتر. نقول ألو. ألو. يلا يسعد لي مساك، منو معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيك. أخوك نايف من جدة، الله يسعدك. حياك الله أخوي نايف. نقطتين إذا سمحت. تفضل. إي حسافة راح نقطتين يلا رد اتصل مرة ثانية. نقول ألو. ألو. يا أهلا فيك، تفضل أخوي. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك عماد من مكة. حياك الله يا معاد، تفضل. الله يعافيك. لو سمحت دكتور، الآن إحنا نهيئ أنفسنا إنه بعد ننتهي منصبنا ومركزنا إنه ما حد يسأل فينا. أنا أعاني من نفس المشكلة. نوالي اتصالات بحوالي 1000 مرة في اليوم. عقبها ماكو أحد، صح؟ هي خاف فجأة إنه يروح ما في أحد، لسه ما صار الحمد لله. الحمد لله. طيب. زين لسه. كويس، تقدر تلحق يعني. لا نهيئ نفسنا يعني مثلاً إنه الناس حب علينا. لا مو تهيئ نفسك ان الناس يسحبون عليك. الان انت في الوضع الوظيفي يحتاجوك الناس، صح ولا لا؟ اي صح اكيد. طيب انت في تبادل بينك وبين الاخرين. اي تمام. تعرف مكانتهم الوظيفيه، تعرف وضعهم الاجتماعي. ايوه اكيد طبعا. طيب انت عززت الشيء ده؟ عززت الشيء هذا؟ ما اسمع؟ عززت الشيء ده يعني في استمراريه في التواصل بينكم، ولا بس يجيك مره واحده وينتهي الموضوع ويروح؟ والله صعب التواصل يا دكتور، يعني مع وسائل الاتصال الحديث هذا ما فيش اسمه صعب. شوف
طيب شكرا لك. هو خايف ما بعد التقاعد او ما بعد، يعني انا اشوف في ناس يعني بدات التقاعد على فكره، في ناس يكونون بالمناصب بعد التقاعد، يمكن في كثير ناس زي ما قال يعني استخدموا مفردات يسحبون عليه او ينسوني او يتجاهلوني. ممكن الشخص انا بشوف انه يفتح له حتى هو بزنس، طالما انه مثلا موجود في موقع علاقات عامه يقدر انه يكون له بزنسه وينجح فيه. هذا نوع انا بحسه من العلاقات العامه واللي اروج لنفسي حتى ما بعد الوظيفه. يا سلام، يسوي قاعده بيانات عنده. بالضبط هذا هو، بالاشخاص، بالناس، اماكنهم، مكان اماكن التعارف عليهم وطرق التواصل فيهم. بالضبط. شكرا لأول بيبول ايكوال حماده بوزير، احمد البغلاني الصحفيه، هلال سلطان، ووليد الشور، وبسام، وبدر البدور. طيب رفعة الفيها تقول القيم الانسانيه عند البعض الاشخاص معدومه، وهالاشخاص هم اللي صاروا كل شيء. بتقول يعني الدنيا مصالح. يا ساتر، خاطئة ومشوهة العلاقة ذي. علاقة مشوهة. مشوهة جدا. طب مسعود أزلي بيقول مشكلة علاقات العامة جيدة، لكن يعيب عليها أن صوتي أوقات يرتفع وعصبي في بعض الأحيان، ولو لاحظوا هدوئي عليه قالوا فيك شيء. نبرة الصوت ضرورية ترى على فكرة في العلاقات العامة. يعني تخيل لما يجي واحد قدامك يصارخ عليك، كيف حتقبل منه ده؟ أكيد ما رح تقبل منه. يقول هو بس هو قال في أوقات يرتفع حسب لأنه عصبي. طيب لأنه عصبي. طيب يحاول يعني يتخلص من العصبية. تقصد أستاذ حمود اللي حابين تشاركوا معنا STC 847-700 موبايلي 640-660 زين 746-2622 وخط هاتفنا 012-61-61-100. ناخذ اتصال نقول ألو ألو ألو. راح الاتصال. أرجع أكرر الأرقام STC 847-700 موبايلي 640-660 زين 746-2622 خط هاتفنا 012-61-61-100. يلا ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل أخوي. كيف حالك أختي أمون؟ بخير الحمد لله تمام. من معايا؟ السلطان عامر من جدة. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله يا سلطان. إن شاء الله دكتور، بس أنا ماني دكتور. إن شاء الله يا رب مستقبلا. تفضل أخوي. الله يستر عليك ويسلمك يا دكتور. الله يسعدك. انا دحين يا اخي متنقل من شركه لشركه والرقم مختلف. طيب قال تعمي يعني، فهل ماني عارف هل بكره النهار حنضر يعني. يعني اي رأيك فهمت؟ اي فهم عليه. طيب يلا تفضل. انت قصدك انك الرقم الوظيفه ورقم التامينات حقتك اللي مسجل. ايوه مختلف يعني كل 3 شهور 6 شهور وانا بشركه بشركه بشركه. كثير. اي بس اللي سؤالك انك رقمك مختلف. ايوه ولا مكان الوظيفه تتغير. كل شركه يدوني رقم مختلف. طيب طيب اخوي هذه شغله اداريه عندهم. هذه اي بالضبط شغله اداريه. هذه ناخذ اتصال ثاني نقول الو يسعد مساكم. الو السلام عليكم. يا هلا يا هلا فيك حياك. تفضل. سعد لي مساك يا اختي امينه. ومساك. نتعرف على اسمك؟ معك فهد. حياك الله يا فهد. من وين؟ فهد الهلالي. يا هلا فيك حياك الله اخوي. تفضل. بالنسبه للموضوع كم العلاقات العامه، فانا اشوف انها بشكل عام يعني ومن يعني نظره شخصيه انها اغلبها مصالح شخصيه. كلكم مصرين على المصالح الشخصيه. طيب. لان هذا الواقع اللي قاعدين نعيشه هنا. طيب اغلبها مصالح شخصيه. فتره 5 سنوات 6 سنوات انتهت يعني علاقتي بهالشخص، مصلحتي اخذتها خلاص، يبدا مسلسل الانقطاع، مسلسل انه خلاص ما اتواصل معك الا في السنه حسنه وانتهت السالفه. نعم زي اللي يتقاعدوا من اعمالهم زي ما قلت انا في البدايه. شكرا لك عموما اخوي. طيب الحل استاذ حمود. طيب هنا اختلفت الاهداف وتباينت النظره بانه انا ابغى اظل محتفظه. فعلا انا ابي اظل محتفظه بكل علاقاتي ذي اللي طافت. يعني انا تخيلي لما يكون واحد كل يوم جمعه او كل جمعه يعني يرسل لك رساله. تمام فيها شكر وهذا صحيح. لو يوم من الايام جاء واتصل عليك وقال لك يا استاذه امينه والله انا عندي شغل عندكم في الاذاعه. حتقصري معه؟ ما حتقصري معه. اكيد. لان هذا الانسان على تواصل معي. طيب وعلى استمراريه. طيب طلعت من الاذاعه. احنا للاسف اذا الانسان قطعتنا. ليش؟ زي اتصل علي اتصلت عليه سأل عني سألت أيوه. عنه زارني عزاني عزيته. هذه السياسة متبعة. هذه السياسة يعني غلط صراحة. يعني إنك إذا أنت سلمت عليه بسلم عليك، إذا ما سلمت عليك ما حسلم عليه. ليش طيب؟
لأن هي سياسة صارت عند الأغلبية. إيه بالسياسة غلط. أنا لابد إنه من الاستمرارية التواصل حتى لو أنت قطعتني بسأل عنك. حلو يعني حتى لو كان في الشغل حتى لو في العمل. في العمل كمان. العمل. أنا دجي ذحين فرضا أنا جيت الإدارة ذي وأعرف فلان في قسم معين بس ما أحتاج القسم هذا اليوم. أحتاج قسم ثاني صح ولا لا؟ بالضبط. أجي أمر عليه سلم إيش المانع يا؟ تأخذ من وقتك ثواني. مر عليه سلم. والله ما يخفي. والله أنا جاي أسلم عليك. بالله كيف حيكون نظرته لك؟ فعلًا. وفي ناس عندهم عارف أستاذ حمود في ناس عندهم ما شاء الله ذكاء ذكاء مهني ذكاء بكيف التواصل مع الآخرين ويحتفظون في هذه العلاقات. يعني هذه حتى بالذات بنشوفها برا يمكن عند الأجانب أغلب شيء. الاستمرارية. بندفع عليها ملايين. يا سلام الاستمرارية. جميل. أنا بعزز الأشياء ذي وبوثقها وثبتها بالاستمرارية بالاتصال بالتواصل بالسؤال. جميل. احنا تقريبا وصلنا لمطاف حلقتنا اليوم. انا جدا سعدت بتواصلك سعدت بتواجدك عفوا معنا سلطان السلطان ما سلطان 17 هذا اللي عرفت اقرا من اسمك كل حركات وشخبيط ما عرفت والله ما عرفت اقرا ايش مكتوب. شكرا لك على الكومنت وبالعكس انا يعني اتمنى ان دائما نكون متواصلين ودائما هالتواصل يظل وإن شاء الله يا رب لا خلا ولا عدم من كل مستمعينا. شكرا أيضا لك أستاذ حمود شكرا على تفضل. أول شيء أنا أشكرك أشكر الدكتور أحمد اللي عرفني عليك وعرفني على إذاعة ألف ألف فم. أشكر ناس كثير وقفوا خلفي ومعايا وساندوني. الشكر لله وشكرا. مركز عين اليقين من الدكتورة زهرة نجاة عقاب نجاة العطاس نجاة الفرام مي بصنوي الأستاذ جزم طيري ريما زبيدي الدكتور سعود صفا بجنيد يعني أسماء كثيرة إسماعيل المالكي فهد الطايفي علي السعدي هذا كله قائم فهد جروب إن شاء الله عليكم جروب كامل. نعم أكيد نوجه لهم تحية بعد طفولة منه. آمنة قلبي النابض على راسهم الأستاذ عايش عادل وعايش الشهري و ما شاء الله أسماء كثيرة أسماء الصراحة أسماء نسائية صراحة أستاذ حمود هذا نبيهم إن شاء الله يطلون في طاقات في الحدود أكيد أسماء أكيد نسائية. والله والله لهم نعطيهم فرصة أنهم يطلعون بناتنا يعني ونادي الفرسية نادي الفرسية نادي الفرسية مع الأستاذ حسن السندي بصراحة لهم دور فعال ولابد أن احنا ننوه أكيد طبعا أكيد. لأن في شراكة استراتيجية في شراكة استراتيجية بين ألف ألف فم ونادي الفرسية أكيد بدون أنه في سبق اليوم إن شاء الله كل يوم خميس على الساعة 3:30 يبدأ جميل الدخول مجانا في عسفان هو في عسفانيو حلو في مدربين استاذ حمود بحيث ان الشاب ممكن او البنت في في اسطبلات وفي مدربين وفي خدمات يقدمها نادي الفرسي وان شاء الله اللي يعني حيلامسوا التغيير حيلامسوا اشياء جميله جدا يعني وفي الاطفال بعد ممكن أكيد يعني أكيد في مكان للاطفال وفي مكان للاسره كامله حلو والدخول اهم شيء مجانا يا جماعه الخير ان شاء الله كلنا نتوجه على نادي الفرسي بعسفان. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا الله يسعدني مستمعين الكرام كان معي على مدى الساعة كاملة الأستاذ حمود سعد الشاطر مدير العلاقات العامة بمركز عين اليقين وأيضا النائب الإداري لفريق طفولة آمنة وما شاء الله تبارك الله عضو مؤسس بنادي الفروسية بجدة. أشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم سواء عبر الاسم اسز وعبر مداخلاتكم ومشاركاتكم الهاتفية وعبر صفحتنا بتويتر كل الحب وكل الود لكم وأيضا أكيد للبطلة زميلتي فدوى بوغس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية أحلى تحية لها. رح ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله من 9 إلى 12 بتمبو ومن 12 إلى 1 بطاقات بلا حدود. أتمنى كلكم تقضون هذا الويكند تقضون الساعات القادمة 48 ساعة تستانسون وتنبسطون فيها وتقطون كل اللي صار خلال الأسبوع الماضي تقطونه وراء ظهركم وتحاولون إن شاء الله على الأسبوع القادم الأحد القادم نبدأ كلنا صفحة جديدة ونخطها ونرسمها مثل ما إحنا نبي. كنت معكم أمينة العبدالله فمان الله.